خواتاتي، بغيت نحضر معاكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه. بناناس، ودوزوا معايا المقادير والطريقه التحضير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي المشاهدين. اليوم بغيت نحضر معكم واحد الكيكة اللي غادي ندير بناناس. ودوزوا معايا المقادير والطريقة التحضير ان شاء الله. شنو غيخصني في هاد الكيكة؟ غنحتاج كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب، كاس ديال الكريمة. اللي ما عندوش الكريمة يقدر يدير الحك ديال دانون مسوس، 4 د البيضات، عندي البطن تاع الاناناس، عصير حامضه، قبيصه د الملحه، الخميره عندي جوج نتاع 10 غرام، وساشي نتاع فاني. دابا خواتاتي غندوز نحضر معكم السكر اللي باش نذوبو. غندير جوج كيسان تاع السكر اللي غنحتاج باش نذوبهم. باش ندير الاخر نديرهم اخواتاتي هنا. ندير جوج كيسان اللي غندير في المقله. غنديرهم فوق النار. غندوز معاكم الطريقه. غندير اخواتاتي السكر ديالي، غتشوفوه راه غنديرو فوق النار. اخواتاتي كندوب داك السكر، ما تخليوش يتحرق ليكم بزاف باش ما يمرش. هنا الا تحمر بزاف كيولي مر. صافي انا غالبركه عليه. نجيب واحد المول، عندي المول هكا، ونخوي خواتاتي داك السكر هنا ذوبنا. دير جوج كيسان السكر اخواتاتي، وانتم على حسب اللاطه اللي عندكم، على حسب المول اللي عندكم اللي غديروا فيه. دابا غنخليه جانبا، غندوزو الكيكه ديالنا. من بعد ما درت السكر ديالي، غندير داك الاناناس هنا. انتم اخواتاتي انا درتو في هذا المول هذا، وانتم ديروا في المول اللي واجد عندكم في الدار. دابا غندوزو اخواتاتي الكيك. من بعد اخواتاتي ما درت انا الناس ديالي، دابا غندوز معكم الطريقه باش نخدم الكيكه. ندير قدامكم، انا غنخدمها غير بالفوي. اللي عنده الباطو يدير بيه، انا عندي غير بغي ما بغيتش نخدمو. غندير 4 د البيضات هنا. غنذكر معكم المقادير. بسم الله. غندير ديك القبيصه ديال الملحه، غنخلط البيض ديالي هنا شويه. غنزيد عليها كاس السكر، كاس نتاع العلبه، غنضوب السكر ديالي مزيان. باش اللي ما عندهاش ديال الاخر يخدم غير بهكا اخواتاتي.
غندير داك كاس ديال الزيت، كاس العنبه، نخلط مزيان، غنزيد داك الكاس تاع الكريمه هنا اللي عنده يا وقت يدير غير دانون مسوس، والطحين اخواتاتي على حسب الخليط غنقول لكم شحال غتهز لي ديال الطحين. غنزيد داك كاس د الحليب، غندير معكم الطحين بالمعلقه، عندي هنا زلافه ولكن ما عرفتش شحال تهز ليا، درت هنا 10 د المعالق ونشوف واش خاصني ولا نزيد، عندي زلافه ولكن بغيت ندير لكم المعلقه باش غندير ديك الخميره، انا الفران ديالي كنخليه بارد حتى كنديرها نيشان، ف كنخلي الفور بارد حتى كنشعل، ملي كنديرها عاد كنشعل، داك الساشي دفاني كنذكر معاكم المقادير اخواتاتي، صافي اخواتاتي هزات لي زلافه، هزات لي زلافه ديال الطحين هنا، دابا اخواتاتي غنخلط مزيان، عاد ندير ما كنبغيش نطول الفيديو، من بعد ما خلطت مزيان اخواتاتي ديك هاد الكيكه ديالي غنزيد فيها داك نص حامضه خليتها حتى الاخير، دائما الحامض ديروه في التالي باش يعطيكم المفعول ديالو، هانتوما كيخصها تجي، دابا خواتاتي غندير الكيكة ديالي هنا، نخويها هنا، هانتوما خواتاتي دابا غندير الكيكه ديالي في الفران وملي طيب ان شاء الله وتشوفوها خواتاتي، من بعد ما وجدت الكيكه ديالي هانتوما كيكه تجي راه كتجي رائعه، سمحوا لي ما نقدرش نقطعها انا غنديها لشي حد هذاك الشيء باش ما قدرتش نقطعها باش تشوفوها، وشكرا لكم على المتابعه، الى الوصفه المقبله ان شاء الله.